السلام عليكم. نظرا للتحديثات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافة هذه زر الجرس، ندعوكم جميعا أحبابي بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب، وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره. والسلام عليكم. إذا دكتور إذا سمحتي، عندنا يعني إيمان تشير لي أن هناك مكالمة من خارج الوطن، أظن من فرنسا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ معك سعدية من فرنسا. أهلا سعدية، مرحبا بك ومرحبا بالجالية المغربية. عندنا بالنسبة في العائلة شابة ما شاء الله جمال، وإلا أنها تعاني من سقوط تام للشعر ديالها. ورغم المستوى فرنسا مشات بعيد في هذا المجال ديال هاد المسائل ديال هذا، لكن لحد الآن ما نجح معها حتى شي تجربة باش تعاود ترد الشعر ديالها. ودابا كان دخلنا الموقع ديال دكتور سيد وقرينا على هذا الشيء، وبقينا كيتكلم على الدوم بالنسبه للصلع، ولكن ما فهمناش، وكنا كنتمناو بحراره ان الدكتور سيد يفيدنا في هذه المسائل هذه. وحتى ان البنت يعني تعاني نفسيا اكيد، وكتمشي للمدرسه بدره برغم انها لقات مشكل المره الاولى، لو انا متهمه في مستوى الشابه في مستوى البكالوريا هذا العام ان شاء الله. حيت مشكل في ارتداء الحجاب، نعم، داخل دابا كيسحبوا حجاب وينفهموهم، وانهم ممكن تانيوا العائله متدينه ما شاء الله. وعلى قدر من التربيه والعلم والدين ما شاء الله. ودابا بغينا نشوفوا نستفسروا فضيله الدكتور، واش كاين شي علاج لهذه الحاله هذه ان شاء الله، وشنو الطريق وكيفاش؟ إذا مرحبا بك سعدية من فرنسا، وأهلا بجميع الجالية الموجودة خارج الوطن. شكرا لك. تحية طيبة بهذه المناسبة لكل مغاربة العالم، نسميناهم مغاربة العالم. نعم. جلهم في فرنسا وفي كندا، لأن بحكم اللغة. نعم. في بلجيكا عندنا، في هولندا عندنا علماء، في ألمانيا عندنا علماء، في كوريا عندنا علماء، في أوكرانيا. نعم. عندنا علماء في أستراليا، عندنا علماء في اليابان، ما شاء الله. يعني تحية يعني لكل مغاربة العالم، والحمد لله باقي متشبتين بهويتهم. نعم. سمعتي الأخت سعدية تقول لك عائلة متدينة. نعم، هذا شيء محمود وجميل. يحبون. نعم. المغرب. نعم. يعني انا كاع دابا المغاربه اللي كنتراسل معاهم على صفحه الفيسبوك وعلى كلهم يحنون الى الوطن ويحبون. أكيد. الوطن. أكيد. بحد أكيد. حب عميق وحب شديد، وهذا تيتجلى وخا العيش ديالهم تما مازالين طبعا. نعم. مغاربه مسلمين الحمد لله. هذه البنيه هذه تاخذ بعض المنتوجات للمضادات، حتى ولو شريتهم من الصيدليه ماشي. نعم. مشكل، كمكملات بحال المضادات للاكسده، شري. نعم. كبسولات ديال المضادات للاكسده. نعم. كاين عندهم في فرنسا بحال غذاء الملكات رويال جولي، هادو جولي رويال. نعم. عندهم غذاء الملكات كتباع في يعني هادو دي زامبول. نعم. القنينات الزجاجيه. نعم. مع الجنزين تاخذ يعني هذه غذاء ملكات، وتاخذ بروبوليس عندهم في فرنسا، بروبوليس مسائل تاخذ سائل احسن، وتاخذ بولن عندهم بولن فرنسا جيد فري يعني فريش، وتاخذ الكلوروفايل. كاين الكلوريلا، كاين سبيريلا، يعني سبيريلينا هذه واحد الطحالب بحريه. نعم. هادو كل منتوجات موجودين كيتباعوا عندهم في فرنسا في الصيدليات. تاخذ الحمض الاوميغا 3، البروبوليس، غذاء الملكات. نعم. بولن فريش بولن الا كان. نعم. طري، وتاخذ يعني الكلوريلا سبيريلين، تاخذ الكلوروفايل، شري كاع الكلوروفايل. نعم. هذه منتوجات جيده. ثم بعد المعادن اللي مزيانين لها بحال فيتامين سي، تاخذ حمض الفوليك. حمض الفوليك ما محتاجهش، انا موجود في القطاني والخضار موجود بكثره حمض الفوليك ماشي مشكل، لكن الا تناولت شويه زنك، صافي شويه زنك مع فيتامين ب 6 يكون جيد. هذه الطريقه هذه تعملها، وتعمل رياضه وتعمل صونا، تعمل رياضه وتعمل صونا. والاكل دير واحد الشراب، هاد البنت هذه، جميع ماشي غير هاد البنت، حتى في المغرب الا الناس عندهم هاد المنتوجات، ولا حتى في جميع المناطق العالم يعني. نعم. هذا يعني هادو ياخذوا الشراب كما قلت يعني قبل قليل، عصير الخضر، عصير الفواكه طريه، يكثروا من عصير الخضر، عصير الفواكه. ثم ياخذوا هذا الزعفران الحر، شعره صفران، زعفران شعره. نعم. يشربوه. نعم. تقريبا 0.5 غرام في اليوم. نعم. حتى الغرام ماشي مشكل، ماده طبيعيه، يروى غالي شويه باهي الثمن. نعم. ياخذوا هذا الشراب ديال الزعفران الحر مع الماء، لا زادوا معاه الكركم جيد، الخرقوم البلدي نيت الكركم. نعم. باش ياخذوهم بجوجهم.
الحمد لله اوميغا 3 الا كانوا ياكلوا سمك جيد، زريعه الكتان جيد، اللوز جيد، القرقع جيد، كلشي هاد الاشياء مزيانه. ثم هاد الزعفران، هاد الزعفران هذا الا كان يديروا به واحد الطلاء على الراس كذلك، زعفران مع غذاء الملكات، يتخلط مع شويه غذاء الملكات والبروبوليس، ويعملوا واحد الطلاء ماسك على الراس ديالهم ويخليه واحد ساعتين. هذا جيد، ان هاد المنتوجات كلها طبيعيه. ما غادي انا ما عمرني عطيت وصفه، وكنت وعدت الناس ما نعطيش وصفه، ولكن كنعرف الحاله النفسيه ديال هاد الناس، كنعرف نعم كنعرف الحاله النفسيه، وكنعرف هنا هذا السيتنا، وشكرا لا باس غير ما يشريوش هاد المسائل ويعملوها هما، وإلا لقاوها موجودة ما يشريوهاش، لأننا كنعرف بأن شي وحدين دابا غادي يبداو يخلطوا ويبداو يبيعوا للناس، وهذا غادي يكذبوا على الناس. علاش أنا قلت لهذ السيدة في فرنسا؟ علاش؟ لأن عندهم منتوجات مضمونة، نعم يعني غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات، نعم عندهم غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات، عندهم حمض الأوميغا 3 كيتباع في الصيدليات، وعندهم بروبوليس يعني وايتمنت كتباع المغرب ما موجوداش فيه المغرب، بروبوليس سائلة غير موجودة، وحتى إلا جابوها للمغرب هي ما غاداش تصلح الأشياء كثيرة. علاش؟ لأن ما غاداش تكون بنفس الطريقة الاستعمال ديالها، ما غاديش يعرفوا لي الناس. ليس اي شخص يعالج الان منتوجات النحل، ليس اي شخص، انا اقول ليس اي شخص، والناس الان اللي كيستعملوا منتوجات النحل هم الناس لا يعلمون شيئا كاع في هذا الميدان، لا يعلمون شيئا. ربما بعد لا 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 ساعة النحلة، يا لا ساعة النحلة، هذا تهور، هذا تهور. يعني كاين اللي نصحوهم بهذا الساعة، لا لا ساعة، حد الامريكيين استخرجوا سم النحل، عندهم سم النحل خالص وما قدروش يحقنوا للناس. الامريكيين عندهم سم النحل، ما يمكنش حد الامريكيين يكونوا عارفين شي حاجه والناس الاخرين عارفين، لا يمكن، من المستحيل. ان الابحاث العلميه مشات حتى الحمض الفورميك اللي موجود في النمل، وداروا بحث، لان من قبل كانوا هذاك البيلاج، هذاك ليبيلاج ديال هذاك الشعر اللي كانوا في الساق، حيت دابا الان كاين في الاسواق زيت النمل قال لك يحيد الشعر نهائيا. الفورميك ولا هو زيت النمل ماشي مستخرج من النمل، غير تحيد حمض الفورميك. علاش؟ لان النمل عنده نسبه كبيره، ومن قبل ما يتصنع حمض الفورميك ويكون على شكل صناعي، كانوا الناس كيدقوا النمل وكيحكوا على الشعر تيزولوه به. كان هذه الاستعمالات كانت يعني الناس كانوا على علم. نعم كانوا على علم، وكانت هناك ممارسات يعني طبيه هائله، ماشي يعني عمليه جراحيه اللي كدار على المخ يعني قبل عهد سيدنا موسى. سبحان عملية جراحية على المخ، وعاش الشخص بها 60 سنة بعد العملية. يعني ما عرفتش فين داروها، ما عرفتش واش عندهم شي يعني بلوك اوبيراتوار، هذا المركب الجراحي، ولا عندهم يعني الانستيزي، ولا يعني عملية جراحية انشئت قبل الفراعنة، وعاش صاحبها بعد العملية. انا كيديروا ذاك الكربون، كيديروا داتاج، يعني الداتاج ديال العظام، ولانه التحليل اللي تعملت في المانيا لقاو بان الداتاج ديال هذا العظام ديال هذيك الهرسه ديال الراس حيد العظام وعمل عمليه جراحيه للمخ ورد هذاك العظام، وهذاك العظام يعني الداتاج ديالو كيقول لان العظام الجديد اللي غاتكون باش يجبر هذاك العظام، التحليله ديالو الالمانيين كيشوفوا فين كاين الكسر، وكيديروا التحليل ديال هذاك الكسر شحال من عام عاش بعد ملي ما جبر، لقاو بان اكثر من 60 سنه باش عاش هذاك السيد من وراء العمليه الجراحيه. يعني من الناس يتسحب لي مرة دابا كاين تقدم، انا كانت حضارات يعني خصنا، وانا انا اؤمن بهذه الحضارات، وانا اؤمن بها اشد الايمان، وانا اعلم بان الانسان كان اذكى مما هو عليه الان، وكان اقوى. والقران يقول فالمسير او لكل زمان او المسير في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه، كانوا اشد منا قوه، وكانوا اشد ذكاء، وكانوا اشد كل شيء. غير الانسان من قبل ما كانش محتاج كاع هذا العلم، كان كل شيء عنده متوفر، عنده الغذاء متوفر، عنده الماء، عنده الملبس، جلود الحيوانات، عنده المزايا، ما عنده صافي، ما عنده ما يدير بهذا العلم. دابا الان حنا محتاجين العلم. علاش؟ لان الناس بغاو يمشيو من قاره لقاره، ولا سرعه الحياه، وخصهم الطائره، ولان خصنا القطار. شكون اللي قدر دابا يحج على رجله؟ لا ابدا. ما المغاربه اللي يحجوا على رجليهم بالالاف، اللي يحجوا على رجليهم المغاربه منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه. فهذا هذا المسائل، ماشي غير الشيخ الشنقيطي، والشيخ الشنقيطي كان لما يصل الى الكعبه كيتبرم الامام ديال الكعبه وكيعطي للشيخ الشنقيطي الدرس. نعم. وكان كيشد من هذيك الخرصه ديال الكعبه، كيشد منها وكيدير الدرس هذا، وحضر الدرس ديال هذو اكبر المشايخ، هذا ابن سيرين، وكان يبكي وسط الناس، الشيخ الشنقيطي يلقي هذا الدرس ديالو. لا نحن نعلم قوة المغرب، ماشي عاد غادي نقلبوا، نحن نعلم قوة المغرب ونفتخر بقوة المغرب، نفتخر بفقهاء المغرب ونفتخر بعلماء المغرب. هذا هو، ويعني ماشي يعني الافتخار بقوة بدون كما سميتوا عليه، هذا الافتخار بقوة، وكما كنقولوا يعني قولها ولا تخف. تعال يا خويا، هذا المسائل هذه خصنا نعرف. ولذلك
لذلك هذه القوة المغربية وهذه الحضارة المغربية، هذا نمط العيش المغربي الآن لا يوجد في الكرة الأرضية، هذا علم الاجتماع في المغرب لا يوجد. ما عرفش انا علاش كاين واحد الطبقة باغا تمص لنا هذا علم الاجتماع المغربي. هذه القضية ديال نغسلوا الضيف يدو ما كاين حتى في شي دولة، هذه خاصها تبقى هي طريقة جميلة. نعم نعم ما يقدروش على ناس، هذه حضارة، هذه قوة. نغسلوا الضيف يدو بالطاس ويدو ديال الفضة، هذه نخوة وحضارة. ما عرفش علاش الناس باغيين يحيدوا العزاء والنعي، ما عرفش علاش الناس يعني ما تلاوش باغيين هادشي ولاو كيتكلموا عليه وكأن اشياء متخلفه. هذه لا يقدر عليه الغرب. الناس هل الغرب الان يقدر على العقيقه؟ لا ابدا، ما يقدرش على العقيقه. وجي 60 واحد يقول لهم عملوا حلقه تحلقوا 6 سترى العشاء جاي ولا راه الغدا جاي، ما كايناش في حضاره. هذه لا توجد في اي دوله، لا توجد الا في المغرب. نعم. ولذلك نحن نجب ان نفتخر بهذا البلد. الحمد لله. والمغاربه كلهم خاصهم يديروا الدعاء لهذا البلد كما الدعاء ديال سيدنا ابراهيم، ربي اجعل هذا البلد امنا. هذا البلد ديالنا ان شاء الله غادي يبقى. علاش؟ لان علاش المغرب امن؟ علاش؟ الدعاء ديال جدودنا كانوا كيدعيوا لهذا البلد. ربي يزيدنا ندعاء ان شاء الله. قبيله ذكرتي الحمامه البيضاء مدينه تطوان في الحلقه السابقه. نعم تطوان، العلماء اللي كانوا بعدا في تطوان، الناس قليل اللي كيعرف ان مولاي عبد السلام مات فوق حصاني، وان مولاي عبد السلام راه ما عندوش ضريح. لا. هو القبر ديالو مسوي مع الارض، القبر الوحيد اللي ما عندوش الضريح. لا ما عندوش. هذا هو مات فوق جواده يجاهد في سبيل الله. يعني هذا هذا يعني قطب الفقيه هذا. يعني هذه المنطقه شو جميع مناطق المغرب والمناطق ديال مكناس مولاي ادريس والمناطق هذه ديال من جهه تازه، يعني هذو البرانيز ديال تازه، كان المناطق كانت حافظه القران، ومنطقه سوس حافظه القران، منطقه سوس وكاين في الاطلس فوق. يعني هذا 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 المغرب الموروث الحضاره، لكن مع الاسف الشديد يعني ديك الفتره الاستعماريه ما 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 هاد المسائل ما تقالتش للمغاربه وما قريناهاش للاطفال ديالنا في المدرسه الابتدائيه. وهذوك المدرسه الابتدائيه ديالنا كنعاودوا لهم قصص من دول اخرى وكنخليو قصص ديال 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 المغرب. خصنا نقريو جغرافيه المغرب وتاريخ المغرب، وخصنا نقريو حضاره المغرب. التغذيه ديال المغرب الان لا توجد في اي دوله، لا في امريكا ولا القاره الامريكيه ولا حتى القاره الاوروبيه. والناس ولاو كيمشيو عاد فيجيتاريان في الدار البيضاء، كيدخلوا لريستو شينوا ولا ريستو انديا. نعم. لماذا لماذا عباد الله لماذا؟ لان المغرب ارقى في كل شيء، وخصوصا علم الاجتماع والتغذيه كتدخل في علم الاجتماع. هذا المرض ديال الثعلبه، لماذا اقول هذه الاشياء؟ لانه تهور في التغذيه، تهور ماشي في التغذيه، في نمط العيش. يجب ان لا نتهور في نمط العيش. دكتور، رغم اننا في بعض الاحيان يعني تبحر بنا طبعا ب سفينتك الثقافية وعلمك الغزير يعجبني. أنا يعجبني، لا أبدا أبدا يعجبني، رغم أن ببعض الأحيان الناس تحس بأنك خرجت عن الموضوع، ولكن وراء فائدة وهني يعطي طبعا واحد المنحة للبرنامج وللأفكار. وشكرا لكم جزيلا يا دكتور، أن يعجبني هذا الإبحار. إذا رغم ذلك سنأخذ مكالمة وبعدين نتم الحديث عن الثعلبة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم الكريم؟ عائشة دار البيضاء. أهلا بك عائشة من دار البيضاء، تفضلي. السؤال ديالي نعم هو على ديك سميتها ديال سميتها فكريني فيها. الثعلبة. أه؟ الثعلبة. أيه. تساقط الشعر. تساقط الشعر، واش عنده شي علاج؟ واش كاين شي أدواء ولا كاين شي حاجة من هذا الشيء؟ شي دواء العرب أو دواء ديال نعم. المشكل هو أن طبعا دكتور المجتمع المغربي كله يبحث عن الخلطات وعن الوصفات، ما رأيكم؟ فعائشة تبحث عن هذه الوصفات. علي احنا البرنامج ليس للوصفات ولا للخلطات، لأن المشكل ديال ولكن قبل قليل دكتورة أنتم أعطيتم ولو وصفة يعني صغيرة، هذا استثناء لان كما قلتم هو مرض يعني ليس له علاج. يعني ويجب كذلك ان ان نتصدى لهذه التربيه الجديده ديال الوصفات والخلطات، بما في ذلك الوصفات الغذائيه. يعني النساء كلهم لو كيتصنتوا لبعض الاذاعات وبعض الفضائيات، يعني كيكون عندهم واحد قلم رصاص وورق وكيبقاو يقلطوا ينقلوا. ومع الاسف الشديد يعني هذيك الاشياء الان اللي كيسمعوها هي اشياء اللي غادا تمسخ لنا العادات الغذائيه ديالنا. فهاد النساء هادو اذا بغاو يجتهدوا وبغاو يديروا شي حاجه في المجتمع، هو يطبخوا بالطريقه المغربيه، واحسن ما يمكن يقدموه لهذه البلاد هو ينساو هذيك الوصفات الغذائيه اللي كيسمعوها.
وان لا يسمح بالكتالوجات الغذائيه ما خصهاش تكون في المطبخ. كيديروها على الشعر يعني. علي وصفات على الزين ما نهضروش عليها انا كذا، ولكن كاين وصفات لا للعلاج هذا. هذا نوع الحلوى، هذا نوع الفقاس، بهذه هذا نديروا هذه. علاش؟ لان غادي تشتت الثقافه الغذائيه، غادي يكون تشتات، غادي يكون تشتيت هذه الثقافه الغذائيه. والنساء الان الا بغاو يكونوا نساء نيت وبغاو يعرفوا شنو يديروا، اننا كنعرف ان النساء كيتحرقوا كيبغيو يقدموا احسن شيء. لا بغاو يقدموا احسن شيء، يقدموا الهربل والبركوك والسايكو، يقدموا الكسكسو بالخضاري، ويقدموا المرق بزيت الزيتون، ويقدموا اشياء هكذا. اما اننا نبقاو نقلبوا ونحطوا يعني حتى التلوث الان. حتى القمامات الان ديال النفايات، شرف الله وقدر السامعين، الان ولا عندنا كثره النفايات. لماذا؟ لماذا عندنا كثره النفايات؟ هذا مشكل كبير. يعني حتى المسائل في الديور الان للنساء خاصهم واحد الكميه كبيره ديال الماء باش يغسلوا غير الصحون. عندنا تبذير في الماء. هذا الشخص اللي غادي يتغدى في 24 صحن، انا يعني انا خصو اولا واحد جوج ديال النساء باش يغسلوا هذوك الصحون، ثم غادي يخصو كميه ديال واحد نص طن ديال الماء ولا اكثر باش نغسلوا غير الصحون. وهذا داخل في التبذير. الله سبحانه وتعالى يقول: واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كان اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. فيجب ان نتفادى هذه المسائل في المجتمع، لانها من هنا كيبدا المشكل. نزيد نكمل الوصفات ما كاينينش. لا تكلمنا ديجا بعدا تكلمنا على القضيه ديال العشوب والقضيه ديال الادويه. كاين الطرق الوحيده اللي كاينه الان هو بعض الهرمونات، استعمال بعض الهرمونات ولا حتى حقن بعض الهرمونات. وكاين جراحه ديال زراعه الشعر، هذه اللي بغى يزين راسو يدير عمليه، احنا ماهوش اللي ما صبرش وبغى يدير شويه ديال الشعر. خاص الانسان يتعلم يعيش بالمرض ديالو كيف ما كان. دكتور، ولكن اذا ما غير الناس نمط عيشهم هل نعم ممكن يمكن حالات نبت الشعر ونبت بطريقه ضعيفه، ولكنه نبت. يعني حالات اللي كانوا اتصلوا بي انا شخصيا في 2006، وهذا الشيء علاش قلت ديتوكس، ما خزنت على الناس والو. غادي هاد الناس هادو داروا ديتوكس، داروا واحد الكلينس وبقاو تيعرفوا المنتوجات الطبيعيه، خرجوا داك اجتهدوا في بعض الاشياء، ولكن ماشي بقاو اللي يسمعوها يحطوها فوق راسهم. يعني اللي علاش؟ لان الجلد الان غادي حتى هو يتاثر، ربما يتسمم هذه الاشياء. على الاقل ممنوع عليهم الكوسميتيك، الكوسميتيك ممنوع على الناس اللي عندهم الثعلبه. لا الكوسميتيك ديال الوجه ولا ديال الرجل ولا ديال الطبيب ولا شي حاجه، الكوسميتيك ممنوع عليهم. علاش؟ لان غادي يكون تسمم، ربما يكون الومنيوم ولا يكون كحول ولا اشياء، غادي يتسمم الجسم. وهذا التسمم ديال الجسم وكله هذا، هاد الناس اللي عندهم الالوبيشي خاص حتى الهواء اللي استنقشوه ما يكونش ملوث، لان تسمم عام. علاش؟ لان المناعه الجسم اللي كتبغى هو طويمين. انت تكلمت يعني مناعي، مرض مناعي. فملي كتكون المناعه جيده في الجسم طبعا ما يكونش عنده مشكل. ولذلك هذه السيده السعديه اللي سالت من مدينه باريس، ولذلك نصحناها بهذه الاشياء هذو يدير. يعني من بغا تزيد يعني الكلينز كافي، ولكن ما غاديش ينبت الشعر في شهر وشهرين. لا ابدا، خصو طبعا 6 شهور واحد السنه باش الجسم بعدا يكون مزيان. وفوق هذا الشيء كله الحاله النفسيه الانسان يطمئن. بحال الرجاله ما عندهمش مشكل، ربما حتى بعد اللاعبين الكره. نعم. هذاك الحارس ديال الكره اللي في فرنسا كاين. نعم. ويليام هيغ. نعم. ويليام هيغ توا عنده هاد لالوبيشيا. كاين. نعم. كاين بعض الرؤساء، كاين بعض وزراء، كاين الرجال ما كيعطيوهاش اهميه. ممثلين. نعم. سينمائيا صعيب باش يكون عنده لالوبيشيا. نعم. انا اشوف مخرج الفيلم بعض المرات يبغي واحد بالشعر، وبعض المرات كيبغي واحد بلا شعر. نعم. كيبغي واحد فيه لالوبيشيا. هاد المسائل هذه كاين، راه كيلاحظوا الناس كيشوفوا في التلفزيون ما عندهمش عقده، كيشوفوا بما كيعيش. كانت عند الرجال ما كاين حتى مشكل، غادي يبان بصلاه، لان الرجل خاصو يكون صلع، ماشي يعني خاصو يكون محسن بهذا الشعر. اما عند النساء صعيب، ما كتقبلش عند النساء، ما كتقبلش. ولكن يحاولوا الناس يعيشوا بالمرض ديالهم عوض ما يبقاو يقلبوا على العلاج، وليس هناك علاج، وما غاديش يعيشوا حياتهم. كاين اللي عايش دابا 10 5 سنوات و10 سنوات كيقلب على العلاج، وهاد 10 سنوات راه ما عاشهاش فعلا، مفتون. صافي مرت من حياته. مفتون. يعيش حياته ولو بالالوبيشيا، ولو بالسرطان، ولو بالربو، ولو بامراض القلب والشرايين، يعيش بعد هذاك الشيء اللي قسم الله، باش ما يبقاش يبحث على العلاج، عادي يبدا يعيش. كاين الناس اللي باغيين يتعالجوا عادي يبداوا حياتهم، يعني عنده هكا نفسيا كترتب عنده هذه المسائل هذه، يعيش هذه الحياه ويدير الدعاء لله سبحانه وتعالى. ما ينساش الله يدير الدعاء لله سبحانه وتعالى، لان نمط العيش ديالو يتغير، الحاله النفسيه ديالو ما يبقاش يجري ومزروب ومضعوق وياكل في اي وقت. بعد الحاله النفسيه لا ما ريحش الام. كاين مع المرات هذا اللوبيشن النساء كتعصبهم فعلا، كيبقاو يبكي وكيبقاو حزينات، كتخاف من الزوج ديالها ما يتعجبوش طبعا، لان الله سبحانه وتعالى خلق المراه بشعر طويل وخلقها لجماليه نعم. ولكن كيف ما كان الحال، فاذا كان عرض هذه المراه هذه لا مرضت، واش هذا الرجل هذا غادي يسمح فيها؟ لا، هذا ليس من حتى من الدين، ليس من الدين. صعيب، انا اقول صعيب، ولكن كاين نساء ماشي عندهم صلاح، كاين نساء زولوا كاع التدي
واش الراجل غادي يطلع؟ لا يمكن. يعني احنا ماشي لذلك تكلمنا في الحلقه ديال رمضان، هذا رمضان السابق، تكلمنا على تكوين الشخصيه وقوه النفسيه ديال الشخص برمضان. نعم. رمضان كيعطيك قوه الاحتمال، وكيعطيك انك يعني تتجلد، وانك يعني تصبر. نعم. ويكون عندك قوه ديال، فربما العالم الغربي ربما يكون عنده هذه الاشياء، المراه تحيد الزوله ربما يفرق معها. نعم. ولكن في الاسلام لا. لا. أنا لا أظن، أنا لا أظن أن الشخص غادي تحيد زوج المرأة، أنا لا أظن، وأنا أستبعد هذا الأمر باش المرأة تحيد التدي ديالها وراجلها يطلقها ولا يتفرق معها. أنا لا أظن. لماذا؟ ولا حتى يتزوج عليه، أنا لا أظن. دكتور سأقاطعك أنا ورغم أن كاين اللي يتبتروا ليهم يديهم ورجليهم، كاين اللي يتبتر ليهم يديهم ورجليهم ومازالين يعني عايشين مع 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 أزواجهم ومع أولادهم وهذه حتى الرجل عندما تقطع رجله لماذا لا تتركه المرأة؟ لا يمكن. بالعكس عندك تشبت به. اذا الرجل يجب ان لا يتركه اذا سقط شعره. نعم نعم. لا لا هو لا يتركها. انا كنعرف دابا الناس ما كنعرفها الى حد الان، ما عرفتش حالات طلقوا عيالاتهم، ولكن اذا كان هناك فبئس. نعم. فبئس. لاش لان الله سبحانه وتعالى جعل بيننا موده ورحمه، ولا ان ميثاق الزواج هو ميثاق غليظ. ميثاق غليظ ليس المراه تبان فيها عيب صافي، هذا ميثاق غليظ. يعني انك تصبر معها. يعني هذه السيده اللي كتعاني من الثعلبه دكتور. نعم. كنتمنى من الازواج النفسيه ديالها بعدا الازواج يرد لها المعنويات باش نعم وباش شعرها اكيد غيرجع وباش النفس ديالها تكون مطمئنه. الزوج يساعدها نفسيا، هذا ما يقول لها الدنيا هانيه وراه ان شاء الله. هذا ماشي أنا إذا طمأنت المرأة وكانت مزيانة كان ما طلعش ديالها جيد يقدر يرجع يمد شعرها. النساء اللي اتصلوا بي أنا شخصيا. نعم. وبالغوا في هذه الحمية وبالغوا في النظام الغذائي وبقاو تقلبوا على علاج ليل نهار ولا إله إلا الله، هذا ما غاديش يتعالجوا. أنا كنقول لهم أنا ما غاديش يتعالجوا، أصل النفسية ديال الشخص تكون مطمئنة. نعم. أن العلاج لا يضمنه أحد. كاين اللي تيتصل يقول لي انا درت هذا الشيء وما شيء، ما ضمنتش لك العلاج، لا يضمنه الا الله سبحانه وتعالى، وهذه المشكله. هذه اسباب للعلاج واسباب لتعيش جيد ومطمئن، ولكن ضمنوا لك العلاج نقول لك راك غتاخذ هذه وما يبقاش عندك هذا، هذا لا يمكن. واللي ضمن هذه فانه احمق. لا يمكن ان نضمن العلاج، ولا حتى الطبيب، الطبيب لا يضمن العلاج. يعني العلاج بيدي لا ممكن. اسباب كاين اشياء علميه، كاين هذا يقول لي خذ الدواء، نعم هذا الدواء راك يصلح على هذه، نعم، ولكن يجب ان لا ينطق الطبيب بان العلاج سيكون، ولا ينطق بانه غيتعالج. لان هنا غادي يتجرأ الله سبحانه وتعالى يقول لي هذه الاشياء راه جيده لهذا المرض صافي، وزيد معها الدعاء كما قال سيدنا عمر بن الخطاب لهذيك المراه اللي قالت لي هذه شهرين ولا اكثر وانا كان ادعو لولدي كان فيه جرب كان فيه جرب، قالت لي قال لا اضيفي شيئا من القطران مع دعائك، يعني دعاء نعم، ولكن قال لها اضيفي شيئا من القطره مع هذاك السيده بقات تطلي ولدها صافي شفا شوفي سبحان. علاش؟ لان نعم كاين حاجه ماديه، حاجه سبب يعني سبب العلاج نعم، ولكن مع الحاله النفسيه، الحاله النفسيه احنا في الاسلام كنقولوا الدعاء لماذا لا؟ لان الدعاء ملي كترجع لله ترجع الامور الى فهو قادر على كل شيء. الله سبحانه وتعالى واش خفى عليه هذا الانسان اللي نفخ فيه من روحه ويعبده وهو عنده 70 كيلو القامه ديالو متر ونص ولا متر و80؟ واش خفى على الله؟ لا ابدا. نمله لا تخفى على الله، ثم ورقه ميته تسقط من شجره لا تخفى على الله. يعلمها. فلماذا الناس هكا ينساوا هذه القضيه دي؟ والله ماذا يقول؟ انا عند ظن عبدي بي. غير هذه كفى، انا عند ظني عبدي بي. في قلوبكم خيرا اكيد يؤتيكم خيرا. فهذه الاشياء الناس يتفادوا، وهذا انا كنتكلم على نمط العيش عموما في العالم والعصر ديال البشريه في الحاضر، انا ما كنتكلمش على حالات خاصه، ان هذه الامراض، هذه الثعلبه وهذا الليبيس يعني الذئب الحمامي والثعلبه وهذه المسائل الامراض المناعيه كلها، منها حتى التصلب اللوائح ومن الامراض ديال الجهاز الهضمي ومن السرطانات ومن الربو ومن الحساسيه من المسائل ديال العقم، هذا المشكل ديال الخصوبه اللي نقص عند الرجال. التكيسات الان غادي يكونوا مصنفين هما الاولين، من 2015 غادي يولي التكيسات لي كيست غادي يولي هما الاولين. يعني ومن بعد التكيسات غادي تتبعهم الامراض الباطنيه، يعني الامراض الباطنيه غادي تولي رقم 2. السرطان كان رقم 5 دابا غادي يولي رقم 7. السرطان غادي يتلاح، السرطان ماشي غادي يطلع يولي الاول، لا غادي يتلاح غادي يولي رقم 13. يعني السرطان واحد الوقت كان رقم 3. نعم. شويه ولا 4 العام الفات صنفوه رقم 6. امراض القلب والشرايين الغرب هما الاولين، امراض القلب والشرايين نمبر 1 هما الاولين. ولكن من بعد غادي يولوا الامراض المناعيه رقم 1. نعم. ما غاديش يبقى امراض القلب، غادي تولي المناعيه. الامراض المناعيه علاش؟ انا كاين 80 مرض مناعي
80 مرض مناعي ماشي واحد، 80 مرض مناعي. الناس يلا عارفين 3 و 4 هذه الامراض المناعيه غتكون هي الاولى. الامراض المناعيه يعرفون الناس ليس هناك علاج، ليس هناك دواء. كاين اشياء اللي كتشويه كتخفض الالم، وكاين اشياء اللي كيعيش بحال الكورتيكويدات. الامراض المناعيه كلها كيعطيو الاطباء، كيعطيو الاطباء كورتيكويد. علاش؟ باش داك الشخص ما يعيش في الام وما يعيش شويه في محنه، وكيخفوا عليه للتخفيف فقط. اما الامراض المناعيه الامريكا الان كتقول ليس هناك علاج، ولكن نمط العيش يساعد بأكثر من 60-70% من العلاج. نمط العيش ويعني والحالة النفسية ديال الأكل، ويرتاح الناس ووقف العمل ديالو ويرتاح ياخذ راحة. أما الناس اللي كيخدموا 24 على 24 ساعة، وأنا مشغول في النوم، كاين اللي حتى ذاك النوم ما باغيش ينام، كاين اللي كينام في السيارة، كاين اللي كينام في المكتب، كاين هذا لا. يعني يجب الناس ياخذوا قسط من الراحة ويوقف حياته. علاش الله شرع علينا 5 صلوات؟ علاش؟ باش يهلكنا. لا ابدا، باش نعم ليريحنا، باش على الاقل عنتوقع عنوقفوا 5 مرات في اليوم، عنوقفوا بعدا نوقفوا عن يعني صليت ولا ذكرتي الله، المهم توقف. هذا هو المهم. ثم لا ذكرتي الله يكون احسن، علاش؟ لان ملي كتكون تصلي كتنسى الدنيا وكتنسى المسائل الاخرى وكتنسى المشاكل هذه. فيجب ان يتعامل الناس مع انفسهم ومع صحتهم هكذا. يجب ان لا يتهوروا في نمط عيشهم. بنفس المطمئنة بديت بها، يجب ان لا يتهوروا. ولذلك انا قلت ماشي باش الناس يتحبطوا باش قلت ما كاينش العلاج، بالعكس انا قلتها باش الناس يتقبلوا المرض ديالهم ويتعلموا يعيشوا بالمرض ديالهم، وما تكونش الحاله النفسيه ديالهم مضطربه، خصهم يعرفوا بان ليس هناك كمال فالكمال لله. ولا قال شي شخص ما عندوش مرض كيتصل بيا، ليس هناك شخص على وجه الارض بدون مرض ولا بدون نقص. ان علي الكمال لله سبحانه وتعالى، كل شيء غير كاين اللي عنده مرض باين، كاين اللي عنده مرض ظاهر، كاين اللي عنده مرض ما باينش، كل واش عنده يعني. ولكن كل شيء الناس راه عنده مرض. كاين اللي غير ما كيشمش اكيد، كاين اللي ما عندوش حاسه الشم، كاين اللي ما عندوش حاسه المذاق اكيد، كاين اللي عليا هذه اشياء تاهي راه داخل الكمال لله سبحانه وتعالى. ان شاء الله كنظن ان الناس ما يتهوروش في نمط العيش ديالهم، ان يكون عيش طبيعي واكل طبيعي. وحتى هذيك المصاحيح ديال التسبين، الناس اللي عندهم الثعلبه يحاولوا حتى الشامبو يحاولوا ما يغسلوش رؤوسهم بالصابون، وحتى بالشامبو يغسلوا بماء فقط، ويدهنوا بعض الاشياء بحال زيت الزيتون، اشياء هكذا جيده. ثم هذه المنتوجات اللي زدت على اول كلين كافي، ولكن اللي بغاو يزيدوا هذه المنتوجات يزيدوها، ولكن باش يبداو يكذبوا عليهم الناس، العشابه يكذبوا عليهم، يقول لهم راه عندي واحد الخلطه كيكذبوا فقط. الالوبيشا معروفه، الامريكيين تيقولوا ما كاينش علاج، ذير از نو واي، يعني كيكتبوها هي الاولى في الانترنت، غادي يدخلوا الانترنت غادي يلقى الالوبيشا ذير از نو. دكتور كما قلتوا بان الحاله النفسيه كتلعب واحد الدور، ويمكن يكون هذاك هو العلاج لنا. اذا كنتمنى الشفاء لمن يعاني من هذا المرض.